السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم ندخل في موضوع جديد، وهو الحركة وتصويرها. قبل أن ندخل في تصوير الحركة، يجب أن نعرف ما هي الحركة وما هي أنواع الحركة. الحركة هي تغير موقع جسم بالنسبة للزمن، تغير موقع جسم بالنسبة للزمن. ما هي أنواع الحركة الشائعة في حياتنا اليومية؟ هناك أنواع مختلفة من الحركة. أولا الحركة الخطية أو الحركة في خط مستقيم، هذا نوع حركة القطار في خط مستقيم، مثال لهذا النوع. المثال الثاني الحركة الدائرية، حركة سيارة في دوار تمثل حركة دائرية، أو حركة الإلكترون حول النواة. الحركة في منحنى، وهي حركة تأخذ شكل المنحنى، لا هي مستقيمة ولا هي دائرية. النوع الثالث هو أو الرابع سوري الحركة التوافقية، والحركة التوافقية ندرسها لاحقا إن شاء الله، وتمثلها حركة البندول، بندول الساعة أو حركة النابض. النقطة الثانية أو الموضوع الثاني هو عملية وصف الحركة. كيف نصف الحركة؟ ما المقصود بالوصف؟ وصف الحركة هو وصف التغيرات التي تحدث أثناء الحركة. ما الذي يتغير أثناء الحركة؟ المسافة المقطوعة تتغير، الزمن يتغير، أحيانا السرعة نفسها تتغير. طيب، وبالتالي عملية الوصف مرتبطة بمعرفة أين ومتى شغل الجسم مكان ما. يعني الوصف يرتبط بالمكان والزمان. لتسهيل الدراسة يجب أن يكون هنالك مخطط يمثل هذه الحركة، وهذه المخططات نسميها أو تمثيل الحركة نسميه بالمخطط الحركي أو مخططات الحركة. ومخطط الحركة هو نلاحظ لدينا مجموعة من الصور، وإذا ركزنا جيدا نلاحظ موقع هذا الولد في بداية الحركة بالنسبة للشجرة، نلاحظ في الحالة الثانية بالنسبة للشجرة، في الحالة الثالثة بالنسبة للشجرة، في الحالة الرابعة بالنسبة للشجرة. ماذا تبين هذه الصورة؟ تبين أن هذا الشخص مكانه يتغير، وما دام المكان يتغير يعني الزمن أيضا يتغير. طيب، كيف نحول هذه الصور الثابتة إلى صور تمثل مخطط حركة؟ نجمع هذه الصور في صورة واحدة. إذا جمعت هذه الصور الأربع في صورة واحدة نحصل على ما يسمى بمخطط الحركة. إذا ما هو مخطط الحركة؟ نلاحظ انه اذا جمعت الصور في صورة واحدة نسميه مخطط حركة. طيب، ما هو مخطط الحركة اذا؟ هو صور متتابعة وجمعها في صورة واحدة تظهر مواقع الجسم، تظهر مواقع الجسم المتحرك في فترات زمنية متساوية. صور متتابعة، الصورة الأولى، الصورة الثانية، الصورة الثالثة،
الصورة الثالثة. الرابعة، ما الذي يجمع بين هذه الصور؟ أن الفترة الزمنية بين الصورة الأولى والثانية هي نفس الفترة الزمنية بين الصورة الثانية والثالثة، هي نفس الفترة الزمنية بين الصورة الثالثة والرابعة. الطريقة الثانية لتمثيل الحركة هو نموذج يسمى نموذج الجسيم النقطي. ونموذج الجسيم النقطي هو نفسه تقريبا محطة الحركة، فقط باستبدال صورة الجسم كاملة للتسهيل بنقطة. استبدال الصورة بنقطة، الصورة الثانية بالنقطة الثانية، الصورة الثالثة بنقطة ثالثة، الصورة الرابعة بنقطة رابعة. ويفضل دائما في عملية التمثيل النقطي أن تكون النقطة في موقع مركز الجسم، موقعها في مركز الجسم، موقع الصورة. طبعا معروف أنه مركز الجسم بالنسبة للإنسان تحت الصورة بشوي هنا، وفي المسافة بين الجزء الأمامي والخلفي في منتصف المسافة، لكن تحت الصورة بشوي. وطبعا تختلف من شخص إلى آخر، لكن هذا بالنسبة ليش؟ بالنسبة للمتوسط. طيب، ما هو نموذج الجسيم النقطي؟ نموذج الجسيم النقطي عبارة عن سلسلة متتابعة من النقاط المفردة، سلسلة متتابعة من النقاط المفردة. لاحظ هذه النقاط، وكل نقطة هنا تمثل موقع صورة معينة. يعني باختصار هي تحويل مخطط الحركة إلى نموذج جسيم نقطي. ننتقل الآن إلى مراجعة الدرس الأول. السؤال الأول: مخطط توضيحي لحركة دراجة، استخدم نموذج الجسيم النقطي لرسم مخطط توضيحي لراكب دراجة هوائية يتحرك بسرعة ثابتة. يتحرك بسرعة ثابتة. طيب، بالنسبة لعملية التمثيل طبعا قال بواسطة جسيم نقطي، يعني نستخدم نقاط، والنقاط هذه تمثل مواقع الجسم أثناء الحركة. نفترض أن هذه النقطة الأولى، وهذه بقدر الإمكان نحاول أن نجعل المسافات متساوية. لماذا؟ لأن الحركة بسرعة ثابتة، لأن الحركة بسرعة ثابتة. بهذه الطريقة نكون مثلنا حركة الدراج، حركة الدراج، وما ننسى أنها بسرعة ثابتة. إيش تفريق سرعة ثابتة وسرعة متغيرة؟ في المسافات. إذا كانت السرعة ثابتة تكون المسافات متساوية. إذا كانت السرعة ثابتة تكون ونلاحظ بعد شوي في بعض الأمثلة كيف نمثل إذا كان السرعة تتزايد، إذا كان السرعة تتناقص. لدينا أمثلة أو مجموعة من الأمثلة. ننتقل للسؤال الثاني في أسئلة المراجعة: مخطط توضيحي لحركة الطائر، استخدم نموذج الجسيم النقطي. السؤال الثاني أيضا مرتبط بالجسيم أو نموذج الجسيم النقطي، لرسم نموذج توضيحي مبسط يتناسب مع المخطط التوضيحي لحركة الطائر في أثناء طيرانه كما في الشكل. ما النقطة التي اخترتها على جسم الطائر؟ نبدأ من النقطة التي اخترتها على جسم الطائر. قلنا دائما نختار نقطة تمثل مركز الجسم. النقطة التي نختارها دائما تمثل مركز الجسم بالتقريب. طيب، أين يقع مركز الجسم؟ تقريبا تحت الجناح مباشرة بقليل. فنأخذ هذه النقطة الأولى، هذه النقطة الثانية، هذه النقطة الثالثة، هذه النقطة الرابعة، ثم يمكن أن ننقل النقطة في على الصفحة. وبهذا نكون رسمنا. طيب، هل الطائر يتحرك بسرعة ثابتة أم بسرعة متغيرة؟ لاحظ الطائر هل يتحرك بسرعة ثابتة أم متغيرة؟ كيف نعرف ذلك؟ نلاحظ المسافة بين النقاط. إذا كانت المسافة بين النقاط متساوية
يكون الطائر متحركا بسرعة ثابتة. إذا كانت متقاربة يكون الجسم متحرك بسرعة متناقصة، إذا كانت متزايدة يكون الجسم يتحرك بسرعات متزايدة. ونلاحظ هذه العملية في الأمثلة القادمة إن شاء الله واللاحقة. ننتقل للسؤال الثالث، مخطط توضيحي لحركة سيارة، استخدم نموذج جسيم النقطي. أيضا الموضوع مرتبط بتمثيل بواسطة نموذج جسيم النقطي لرسم نموذج توضيحي مبسط يتناسب مع المخطط التوضيحي لحركة سيارة ستتوقف عند إشارة مرورية كما في الشكل 2.5. أولا عملية التوقف دائما عند الإشارات مرتبطة باستخدام الفرامل، عملية التوقف مرتبطة عند الإشارات مرتبطة بإيش؟ بالفرامل. طيب عندما نستخدم الفرملة ماذا يحدث للسرعة؟ تتزايد أم تتناقص؟ عداد السرعة عندك في السيارة هل يتحرك تجاه الصفر ولا إلى نهاية إلى نهاية التدريج؟ معروف أنه عند استخدام الفرامل السرعة تتناقص، السرعة تتناقص، السرعة تتناقص. ونقارن بين المثال السابق أو المثال الأول والثاني والمثال الثالث، في الأول والثاني كانت السرعة ثابتة، أما في الحالة الثانية السرعة تتناقص. طيب حدد النقطة التي اخترتها على جسم السيارة لتمثيلها. عادة نختار النقطة في مركز الجسم بالتقريب، يعني مركز جسم السيارة تقريبا وسطها، وسط السيارة. طيب إذا لاحظت المسافات بين النقطة الأولى والنقطة الثانية وبين النقطة، طبعا ده اتجاه الحركة، اتجاه الحركة، الحركة اتجاه وين؟ اتجاه الإشارة، السيارة متحركة اتجاه الإشارة. لاحظ العلامة، علامة قف. لاحظ المسافة في الأول، المسافة بين النقاط كبيرة، وكل ما اقترب من الإشارة المسافة ايش؟ تتناقص تتناقص تتناقص. هذه كبيرة ثم أقل ثم صغيرة. لماذا؟ لأن السرعة تتناقص. يمكن أن ننقل النقاط على الدفتر وبالتالي نكون حصلنا على نموذج الجسيم، هو نموذج الجسيم النقطي لسيارة تتحرك بسرعة تتوقف أو ستتوقف عند الإشارة. واضح في التمثيل بجسيم النقطي أن المسافة متناقصة، المسافة متناقصة، دليل على أن السرعة ثابتة. ننتقل للسؤال الرابع اللي هو التفكير الناقد، استخدم نموذج الجسيم النقطي لرسم مخططات الحركة التوضيحية لعدائين في سباق، عندما يتجاوز الأول خط النهاية يكون الآخر قد قطع 3/4 مسافة السباق فقط. طيب بالنسبة للعدائين نمثل خط يمثل مسار كل واحد من العدائين. نفترض الخط الأول يمثل العداء الأول، العداء الأول، والخط الثاني يمثل العداء الثاني. يمثل العداء الثاني.
ونمثل أو نرسم خطين. الخط الأول يمثل خط البداية، يمثل خط البداية. والخط الثاني يمثل خط النهاية، خط البداية، خط النهاية، خط النهاية، يعني الحركة في هذا الاتجاه. طيب، نلاحظ أن العداء الأول عندما وصل خط النهاية كان العداء الثاني قد تجاوز 3/4 المسافة. عندما وصل العداء الأول خط النهاية يكون العداء الثاني عند هذه النقطة اللي هي نفترض بالتقريب أنها تمثل 3/4 المسافة. طبعا البداية تكون متوافقة. ليه؟ لأن العدائين دائما عند الحركة يحركوا عند نفس اللحظة الزمنية. طبعا بما أن الأول وصل خط النهاية والثاني عند 3/4 المسافة، ما الفرق بين الاثنين؟ السرعة. فإذا الأول يتحرك بسرعة أكبر. يتحرك بسرعة أكبر معناها المسافات بين النقاط تكون أكبر، لأنه كل ما زاد الزمن السرعة، كل ما زادت السرعة كل ما زادت المسافة بين النقطتين، كل ما زادت المسافة المقطوعة بين النقطتين. فهنا نفترض النقطة الأولى 1، النقطة الثانية 2، النقطة الثالثة 3، كنقاط 1 2 3 4 5. نفترض أنه الربع الأول، هنا الربع الثاني، هنا الربع الثالث، هنا الربع الرابع. تلاحظ انه الثاني، لاحظ الاول قطع كل هذه المسافة، قطع كل هذه المسافة، في حين ان الثاني قطع المسافة من نقطة البداية الى 3/4 الى 3/4 المسافة. فاذا نقسم هذا الجزء بنفس النقاط اللي هي 5 نقاط، نحتاج إلى كم نقطة ثانية؟ عندنا نقطتين، نحتاج إلى 3 نقاط. ولأن سرعة هذا العداء أقل فبالتالي نقلل المسافات، 1 2 3. هنا واضح إذا قارنا بين المسافة بين النقطة الأولى والثانية، إذا قارنا المسافة المقطوعة بين النقطة الأولى والثانية بالنسبة للعداء الثاني، نجد أن المسافة في هذه الحالة أصغر من هذه المسافة. والسبب لأن العداء الأول أسرع من الثاني. ليش؟ لأن العداء الأول عندما وصل خط النهاية كان العداء الثاني قد قطع 3/4 المسافة.